اختتمت يوم أمس أعمال اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي استضافتها مملكة البحرين في الفترة من 10 إلى 11 من يناير الجاري. هذه الشراكة التكاملية تسهم في تقوية الروابط الاقتصادية في المنطقة من حيث تعزيز التجارة البينية والقدرة التنافسية ونقل التكنولوجيات والمعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية. شراكة شاملة الأبعاد تهدف إلى بلوغ التنمية الاقتصادية في شتى مجالاتها وخلق فرص نوعية من خلالها. فهذه الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصاد مستدام تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات والخبرات التي تمتلكها دول الشراكة الخمس، وهم مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، مما يتيح الفرص الصناعية التي ستسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي الذي يعد ركيزة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحورا مهما من محاور التنمية الوطنية. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذه الشراكة كدليل على حرصها الكبير لتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى خلق فرص تمكن من تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي والتوطين وتكامل سلاسل القيمة والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تستهدف هذه الصناعات مجالات عدة منها الزراعة والغذاء والأدوية والأنسجة والمعادن والبتروكيماويات وغيرها. سياسات تستشرف المستقبل تبنتها مملكة البحرين لتعزيز الأساس الصلب لاستقرار ونمو وازدهار المجتمع من خلال قاعدة اقتصادية مستدامة وتعاون مثمر مع الدول الشقيقة والصديقة.